صيف اعتيادي يعني الشتاء رح يكون قوي وفيه ثلوج، كلياتنا هيك بنفكر مش عارفه ليه، لا وبنصير نحكي الشتاء الجاي الله يعيننا عليه، خاصه انه هاي السنه في المملكه وبالرغم من انه تاثرنا بموجتين حر الا انه الصيف يعتبر صيف اعتيادي وما صار فيه تطرف على درجات الحراره. ها طيب شو دخل غياب موجات الحر على انه الشتاء رح يكون قوي ولا لا؟ طبيعه وشده الموسم المطري تعتمد على عوامل مناخيه متعدده مثل تغير درجة حرارة المحيطات، تيارات الغلاف الجوي، أنظمة الضغط الجوي اللي بتتطور خلال الأشهر الجاية، وهاي العوامل هي اللي بتلعب دور أكبر في تحديد كمية الأمطار اللي رح تتساقط في فصل الشتاء. يعني الخلاصة إنه طبيعة فصل الصيف ما لها أي علاقة في طبيعة فصل الشتاء ولا بشدة الموسم المطري ولا حتى بفرص تساقط الثلوج. المهم هلأ احكولي أنتوا من جماعة الصيف ولا من جماعة الشتاء؟ أنا مني وعلي لا هاي ولا هاي.